النقص اللي عندي انا هكمله في الطرف الثاني، والطرف الثاني النقص اللي عندها هتكمله بالحاجات اللي مش موجوده عندها موجوده فيه. فده الهدف من انه يبقى في اختلاف في الصفات الشخصيه. احنا الايام ديت لما يجي اولادنا يرتبطوا بنركز قوي انه لازم يبقى في ماتش في الصفات الشخصيه. اول حاجه في مجموعه صفات ايجابيه. زي ايه؟ زي مثلا الصراحه. صراحة كده بين الزوج والزوجة. زي مثلا التفاهم في لغة حوار بينهم علشان يقدر كل واحد يكسبريس الفيلينج بتاعه للآخر والاهتمامات بتاعته للآخر. في الصداقة. يعني ليه واحد يكون صديق لزوجته؟ أو زوجة تكون صديقة لزوجها، يعني معناها إن واحد مسؤول يؤتمن على 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 أسرارها. طبعاً لازم، أمال مين اللي هيؤتمن على أسرار الزوجة للزوج ومين؟ لكن للأسف أنا بقول لكم من واقع إن في ناس بيخبوا على بعض لأن مفيش الميزة دي. في عدم الأنانية، إنه كل واحد بيشتغل من أجل الطرف الآخر، يعني بيشتغل على نفسه، يعني كل واحد بيتعب من أجل الطرف الآخر، الزوجة تتعب من أجل إسعاد زوجها، والزوج يتعب من أجل إسعاد زوجها، كل واحد بيدور على إزاي يسعد الطرف الآخر. برضو من ضمن الصفات المهمة الإيجابية في تواضع، في تواضع بين الزوج والزوج. مهما تكون اختلاف الظروف بينهم، لكن هو بيبص لزوجته بطريقة يعني يقدر دورها في الحياة الزوجية، وهي تبص لزوجها مهما اختلف الامور. برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا، صفه مهمه جدا، الصفات ديت بتتولد فينا، دي صفات اساسيه. والصفات الاساسيه ديت بيبقى ليها صفات فرعيه. فالناس اللي اتجوزوا وعندهم مشاكل ما بنقدرش نغير الصفات الاساسيه. لكن الصفات الثانوية نقدر نشتغل عليها. في حاجة اسمها علماء علم النفس حاجة يسموها السداد الانفعالي. في دلوقتي بنسمع عن أمراض، يعني ازاي الواحد ما يقدرش يتحكم في نفسه، ازاي الواحد ما يقدرش يتحكم في غضبه. يعني ممكن واحد يغضب يكسر كل حاجه حوالين منه. والحمد لله نشكر ربنا ان البيوت هنا معموله شفره حنينه على الدماغ، ان في ناس يخبطوا بكتهم في الحيطه، يعني يقولوا طلع في مصر مش تقدر تعمل كده لان دماغك هتتفلق على طول. في ناس بيعملوا كده، بيبقوا قوي بكتهم فوق، يغضب يهيب. ده بالنسبة للصفات الإيجابية، وزي ما بقول دي صفات أساسية، يعني الإنسان بيتخلق بيها وبيتكون بيها نتيجة الكالتشر اللي نشأ فيها ونتيجة الإكسبيرينس اللي اتعودها وهو طفل، اتعلمها وهو طفل، وبعدين كبر فتبقى عنده الحاجات دي. عشان كده في موضوع هنبدأ بعدين اللي هو ازاي نهتم بولادنا، لان ولادنا دول امانه في ايدينا ربنا مديها لنا علشان نقدر ان احنا
نكبرهم بالطريقة السليمة الصحية. في بقى صفات شخصية سلبية. أول حاجة الانسحابية. يعني إيه انسحابية؟ يعني الزوج قاعد ساعتين جنب مراته وعمال تتكلم معاه وهو كده عنده خرس زيه طعش بقى لا ابيض ولا اسود منسحب حياته دفينه بينه وبين نفسه وهي طبعا هي عكس كده فبتكون النتيجه انه مع الوقت يحصل نوع من الضجر والضجر ده يتحول بعد كده الى اكتئاب depression. في برضه مرض تاني او صفه اسف ده مش مرض صفه سلبيه اللي هي السيطره كنترول زوج او زوج على فكره برضه في ستات ربنا مولينا يعني عندهم حب السيطره ده حاجه صعبه خالص السيطره وتسلط الرأي طبعا ده ما بيديش فرصه لان هما الاثنين يتوافقوا مع بعض ده انسست على حاجات معينه وهي برضه نفس الحكايه فتبقى مشكله كبيره في برضه عدم المبالاه بشعور الاخرين يعني مثلا الزوجه تيجي تشتكي يا ابونا انا حتى مش عارف تاريخ ميلادي هو عارف تاريخ ميلادي على فكره بس مش في دماغه دلوقتي هو ممكن يفتكر ميعاد ماتش مصر والسنغال امتى لكن ما افتكر لكن مش يعمل اهتمام عشان يعني يهتم بالماتش وما يهتمش بزوجته عدم الممالاه ما يعرفش ان هو لو جاب ورده من دولار ستور بدولار واداها لها هتبقى عايش هتبقى مفيش السنه كده السنه ده مش هيبقى موجود اصلا في برضه عدم تحمل المسؤولية وده مرض خطير جدا جدا في زوج تلاقوه كده ما عندوش أدنى مسؤولية الدنيا تتشال وتتحط والزوج عمالة تحترق مش هندفع المورجيتش ربنا يدبر طب لو عايزين نقدمه على المدرسة لأن ربنا يشيل غير سهل عنده عدم تحمل المسؤولية. في ناس كده صدقوني يعني في ناس كده بتقابلهم الزوجة عندها طموح والزوج بقى نايم بقى في العسل بقى مش عايز يتعب ولا يعمل حاجة تدور له على أشغال وتجيب له أشغال كويسة راح كده إيه زي المثل اللي بيقول إيه في سفر الأمثال يقول لك الاسد في الطريق والدب مش عارف فين يقعد بقى يتخيل كده حاجات يا عم تقوم تروح اشتغل لا ما عندوش انه ازاي يتحمل المسؤوليه برضو من ضمن الصفات الشخصيه السلبيه الانانيه الايجو هو مش عايش غير لنفسه يسخر الأسرة كلها لخدمة نفسه. على فكرة أنا بكلمكم مش كلام نظري، أنا بكلمكم من نماذج في الحياة. برضه ساعات برضه الستات بيبقوا كده برضه، عايشة لنفسها وعايشة لأهلها وعايشة لحسابها الأكونت بتاعها اللي في البنك وعايشة علشان تقعد طول النهار في الفيسبوك. وتتكلم مع أهلها وخدين بالكم طب في البيت في أي اهتمامات لا مفيش في أي اهتمامات للزوج لا مفيش على فكرة أنا بلاحظ حاجة كده أنا لما بتكلم مع الستات بيقلدوا لما بتكلم مع الرجالة كلهم يبتسموا والضحكة تبقى من البداية للبداية الكلام ده بقول للاتنين خدوا بالكم نعم التسليم في
انا حاسس كده ان انا نفذت عليكم وانا هبقى منتظر. ف ديت الصفات الاساسيه سواء الايجابيه او السلبيه. في بقى صفات خارجه منها، يعني واحد مثلا انفعالي تلاقيه حار، لو بنته مثلا لبست كده يعني جيبه كده يعني تحت الركبه بقمش كده ولا حاجه يولع فيها حار، لو مراته قالت له كلمه كده مش مقصوده يعني يبهدل الدنيا. بالكم دي بقى اللي نقدر نتحكم فيها، الصفات الثانويه دي. او الانفعالي ده تلاقيه متحفظ كل حاجه كده، خدوا بالك يقعد لا ده هو كان يقصد كذا، ده ما يقصدش كذا، لا ده انت لما جبت لي كوبايه الشاي، ده انت لما حطيت لي الاكل كان مش عارف ايه، انت تقصدي كذا. خدوا بالكم هو بيدور، يعني بيقولوا كده ايه بالمثل كده شكل الابداع، يعني هو عمال يدور على حاجه علشان عايز يطلع الطاقه المكبوته عنده، الطاقه الانفعاليه. وبالتالي عنده برضه الشك، شكاك، واخد بالكم؟ شكاك، لا يعني ما يقتنعش ان الحاجه اللي اتعملت ديت او الكلمه اللي اتقالت ديت فيها جانب ايجابي وجانب سلبي، هو ياخد الجانب السلبي. في برضه من ضمن برضه الصفات الثانوية اللي احنا نقدر نتحكم فيها، انه انسان عصبي. ما احنا قلنا انفعالي فيبقى عصبي، خدوا بالكم؟ فاحنا نقدر نديله تدريب او نديلها تدريب ازاي تكنترول العصبية دي، خدوا بالكم؟ فبيبقى في كده بعض المؤشرات كده، نقول امتى نتعصب، ما مش هقدر اقول ما تتعصبش، بس بلاش تقعد دماغك في الحيط، مش هقدر اقول لها ما تتعصبيش، يعني تعملي تصرخي ولا بتاع ولا تجيب البوليس، هتقول متعصب، بس العصبيه ديت لها حدود، بالتدريب بنريديوس الليفل بتاعها لغايه ما العصبيه تبقى عصبيه طبيعيه. خدوا بالكم؟ تبقى عصبيه طبيعيه. احنا قلنا برضه من ضمن الحاجات في بعض الصفات الاساسيه، خدوا بالكم زي الانانيه مثلا. الانانيه دوت يبقى مهمل، دي صفة ثانوية خارجة من الأنانية. مهمل في حق اللي حوالين منه. فنبتدي إن إحنا نشتغل على حتة الإهمال دي. لا اهتم بالمشاعر، وعلى فكرة المهمل ده مهمل في كل حاجة. يعني مهمل في المشاعر، مهمل في التزاماته في الأسرة، مهمل في التزاماته في الكنيسة. يعني مثلا اديكم مثال، يعني وبدل الحاجات كده في المثال ده، في واحد يجي يقول لي ابونا انا نفسي اخدم، انا عندي امكانيه اعمل واسوي اعمل واسوي اعمل واسوي. ابونا يتبسط يتبسط ويفرح، واحد جاي يخدم، بس ما فيش ولا حاجه اتوكلت ليه وعملها، ولا حاجه واحده. خدوا بالكم؟ هو مهمل في طبيعته، مهمل في غيره، مهمل في وعوده، مش على مستوى البيت بس، لا على مستوى الكنيسة. عشان كده يعني اللي زي ده يا إما ما وكلوش حاجة، يا إما أوكله حاجة مش عايزها. خدوا بالكم؟ يعني أوكله حاجة، واخدين بالكم؟ أوكله حاجة يعني انا متاكد ان هو مش هيعملها، وخد بالكم ما اتكش عليه قوي، يعني اوكله واوكل واحد تاني. خد بالكم؟ يا اما حاجه انا مش عايزها.
والله الله يخليك، بس الله على الباب كده عد الناس اللي جايين، بس خلاص كل سنه وانتم طيبين. واخدين بالكم؟ الانسان اللي هو اللي عنده الصفه الانفعاليه دوت، واخدين بالكم، يبقى مضطرب، عنده اضطراب في شخصيته. ليه؟ هو لما يفكر بينه وبين نفسه يلاقي الموقف اللي عمله ده موقف مسيء، واخدين بالكم؟ عشان كده بياخد بقى منه بقى مجموعه كده صفات. اول حاجه كثير الشقه، تيجي مراته كده اول زوجته كده تقعد تعالجه كده ولا انت عملتي، يعني عايز يبرر الانفعاليه بتاعته، فكثير الشك. واخدين بالكم؟ وتمليه يبقى محتاج، تمليه محتاج، يعني احنا بسهوله جدا ممكن نميز الشخص دوت الشخصيات بشكلها دي. تيجي تبص كده يا ابونا بيتكلم كده في حزن، كل واحد راح واقف كده قال له على فكره يا ابونا مش هو اللي بيتناولوا دول مستحقين، هو في حد مستحق اصلا؟ فاهمين ازاي؟ لا على فكره يا ابونا الكلام ده كلام نظري كده، يقف كده يعني تعمل كده، محتاج محتاج خالص. فعلى طول نعرف على طول ان الشخص دوت شخصيته مالها؟ انا نسيت شخصيته مالها؟ ها؟ من ضمن الحاجات المهمة جدا انه الانسان دوت بيبقى مندفع، عنده حتة الاندفاع دي، عشان كده هتلاقوه ما عندوش صبر. تمام؟ الانسان الانفعال دوت بيقول له ايه؟ بص ما تطلعش كلمة من بقك غير لما ايه؟ تفكر فيها. تدريب، تدريب روحي. تكلمت كثيرا فندمت، لكن هو لا ما يقدرش، مندفع. أول واحد يتكلم وأول واحد يقول يبقى عنده رياكشن. واخدين بالكم؟ فبالتالي ما بقاش عنده صبر، ما عندوش صبر خالص. وتمليه يبقى يعني طالما ما عندوش صبر يبقى متخوف. يعني مثلا أديكم مثال، مثلا يعني مثلا الناس كلها دلوقتي كل العالم بيتكلموا على الحرب اللي دايره حاليا. هو بقى يتوقع يبقى لا ده في صواريخ توجيه، ده في صواريخ انفلقت، ده في صواريخ نوويه مش عارف حطيتها فين، ده في صواريخ نوويه حاطينها لي في البيت. واخدين بالكم؟ ليه؟ ف دي بعض الصفات الأساسية والشخصية اللي أنا بقول لكم، أنا مش هقول لكم كل الصفات، لكن اللي أنا عايز أقول لكم إن ممكن نغير من الصفات الثانوية اللي هي نتيجة الصفات الأساسية، فنخلي السكيل بتاعها على حاجة نقدر إن إحنا إيه تبقى مقبولة، إحنا نقبلها وغيرنا إيه؟ يغيرنا نتبعها. يغيرنا نتبعها. طيب ايه بقى المشاكل اللي بتحصل نتيجة الاختلاف في هذه الصفات؟ أول حاجة الفجوة في التفكير. في جاب في طريقة التفكير. واحد انفعالي فبيفكر بطريقة، مراته مش انفعالية خالص فهي بتفكر بطريقة مختلفة تماما. المفروض ان دول يكملوا بعض، لكن في الحالات معظم الحالات بتكون ديت بتعمل مشاكل. الاختلاف دوت يعمل خلاف، هو انفعالي خالص ومتقلب المزاج، وهي انسانه رقيقه وانسانه حكيمه. واخدين بالكم؟ فطبعا يحصل في فجوه في الافكار. وبرضه دوت بيجيبنا لنقطه ثانيه، ان بيبقى في فجوه في القدرات العقليه. الانفعالي دوت ما بيفكرش. واخدين بالكم؟ ما بيديش فرصه لان عقله يشتغل. فبيعبر عن اللي جواه بطريقه
تظهر للآخرين. واخدين بالكم؟ فبتكون النتيجة إنه بيبان إن هو عنده للأسف الشديد إنه ما عندوش الحكمة اللي يقدر يقول بيها أو يدبر بيها. ده على كل المستويات، واللي زي ده هو ما بيشتغلش كتير، يشتغل يتخيل يتفصل، يشتغل يتخيل يتفصل. واخدين بالكم؟ فيبقى فيه أول حاجة يشوفها إن في اختلاف في التفكير، طريقة التفكير. أنا ما بقولش إنه لازم يكون تفكيرنا متطابق. خدوا بالك، على فكرة ده مش لازم. ده الاختلاف بيقوي الفكرة. فاهمين إزاي؟ الاختلاف بيقوي الفكرة. ما تقوليش يا مهندس. واخدين بالكم؟ فانا عايز اقول ان انا مش بقول لازم الاثنين بيتطابقوا في الفكر، لا ما اقصدش كده ابدا. في اختلاف، والاختلاف ده ما يبقاش خلاف، ما بعدناش عن بعض، بالعكس هنقرب وجهه النظر بتاعتي، هيقرب وجهه نظرها، هنصل الى قرار صائب 100%. والكتاب المقدس يقول ايه؟ اثنين خير من واحد. المرأة بصفتها الشخصية عاطفتها هي اللي بتقود. خدوا بالك، ودي مش معنى كده ان المرأة ما تعرفش تفكر، بالعكس ده عاطفة المرأة بتقودها لتفكير جيد. خدوا بالكم، عشان كده كمان عاطفة المرأة بتخلف كل ايه؟ أنشطتها في الحياة. قبل ما بتفكر في حاجة بتفكر الحاجة دي هترضي ولا مش هترضي؟ عكس الراجل، الراجل بيفكر الحاجة دي هتتعمل ولا مش هتتعمل؟ فرق كبير. الراجل عايز ينجز خلاص. أنا راح أجيب الخضار، أروح أساعد مراتي، أروح أجيب الخضار. الخضار بقى كويس، وحش، غالي، رخيص، لا الزوجة لا. عشان كده تاخدوا بالكم إن الزوجة مثلا تروح مثلا هي وزوجها كده يروح يحضروا مثلا ريسبشن مثلا، ولا يروح يزوروا حد ولا كده. تيجي تقول أنت شفت فلانة كانت لابسة الفستان بتاعها شكله إيه؟ يقول لها فلانة أصلا كانت موجودة. واخدين بالكم؟ العاطفة بتاعتها تاخدها إن هي تبقى ديتيل، تقدر تشوف كل حاجة تحت الميكروسكوب. طب ممكن لو عايز تشوف واحدة لابسة شعرها ولا مش لابسة، ممكن. عكس الراجل هو بيروح أنا أروح عشان يعني أجامل. لا، هي تروح تجامل وكل حاجة، بس هي إيه؟ عندها التفاصيل، لأن هي بتشتغل بالإيه؟ بالعاطفة بتاعتها. المرأة لما ترتبط بزوجها، خدوا بالك، المرأة لما ترتبط بزوجها بتدخل معاه في شركة. يعني إيه كلمة شركة؟ يعني في حاجات مشتركة بينها وبين زوجها. مهم جدا إن هي تقتنع إن زوجها دخل معاها في نفس الشركة دي. أنا مش بتكلم لغريتمات، لا، أنا هقول له إيه المقصود بالكلام ده. تحب أوي إنها تطمئن من حين لآخر إن زوجها بيبادلها نفس الشركة دي، فتحب تسمع منه إيه؟ أقوال المديح، أقوال التعديل، التعديل، التعبير الحب. من بالكم؟ أنا بقول كده الكلام ده للرجالة عشان أنا عارف ساعات الرجالة متزعلوش مني، يعني مش عايز أقول يعني كلمة صعبة، لكن بيستكبروا إن يروح لمراته الله يرضي. ممكن يقولها للعيل 20 مرة، لكن يجي عند مراته ولا يبقى قلبه يعني يقول لك يا عم قلت لها يا عم رياح، يقول لك ما الشغل مش عارف ليش بيت. لا، هي طبيعتها ككائن
محتاجة إن هي تحس إن هي في شركة بينها وبين الزوج لبالكم، وإن هي تطمئن إن الزوج اللي هو رأس الأسرة، خدوا بالكم يعني إحنا في الإنجيل كله مش عاوزين نقول إيه رأس المرأة، لكن ما خدناش بالنا من اللي بعديه، لبالكم عايزة تطمئن إن الزوج قادر على إحياء زوجته في مشاكلها، في عواطفها، في احتياجاتها، سواء احتياجاتها البيولوجية أو احتياجاتها المادية أو احتياجاتها العملية. فطبعاً دي حاجة مهمة جداً لازم ناخد بالنا منها. الزوجة تطمئن جداً لما يكون زوجها مصدر رعاية، مصدر رعاية مش مصدر رعب، خدوا بالك مش مصدر رعب، يعمل مشاكل مع النمر كله ويفتكر كده ان هو بيدافع عن بيته وبيدافع، لا ده تبقى اعلى الامن، يقول يا ترى اتاخر ليه ده اتكلم مع حد، خدوا بالكم في فرق من مصدر للرعاية، يعني بيديلها سبورت في كل متطلباتها كزوج، وتبقى حاسه بالامان وحاسه بالاهتمام وحاسه باخلاصه وحاسه بقدرته على التعضيد. من بالكم؟ عمرنا المرأة هتيجي تقول لك يعني اديني شويه حنان، مش هتقول لك كده، لان ديت المفروض انك انت تكون بتقوم بالحاجه ديت من غير ما تقول لها. عواطف المرأة بتشتغل بدون توقف عكس الرجال، في حاجة حلوة ست عايزة تتحرك فيها هم كلهم بطلت، يعني أحيانا الراجل يتردد بمراته لما يكون عايزها في شيء، ودي في منتهى الخطورة، لأنه هي بتحس ان هي لا تفترض شيء عن ان هي اداه في البيت. معلش انا اسمع الكلام ده. عشان كده لازم نعرف ان مشاعر المراه بتشتغل على طول بدون توقف. هي عايزاه تشوفك، تشوف محبتك حتى لو انت بتتخانق معاها. يعني حتى لو انت متعصب عليها عايزه تلتمس حقيقتها وعايزه تلتمس محبتها. يعني انا بستغرب لما يجي بعض الناس يشتكوا ان هم متخانقين مع بعض ومخاصمين بعض بقالهم شهر. ليه؟ عشان ايه؟ ايه الحاجه الكبيره اللي حصلت عشان يحصل كده؟ عشان كده لازم يكون الزوج حساس بزوجته ولازم يقدم ليها بدون توقف. طالما ان عواطف المرأة بتشتغل بدون توقف يبقى الزوج برضه يعطي بدون توقف. ساعات جينا شكاوي من بعض الازواج ان الزوجه بتحب اهلها اكتر مني، اكتر من الزوج يعني. الكلام ده صح؟ اه الكلام ده صح. عارفين ليه؟ لأن بمنتهى السهولة، بمنتهى البساطة، وجدت في أهلها اللي قالها انس شعبك وبيت أبيك اللي مش موجود في الزوج. فعشان كده هي أمينة في مشاعرها، فعلى طول بتنحرف إلى إيه؟ إلى الطرف اللي هي يقدر مشاعرها ويقدر عواطفها. إنما المرأة الزوج الشاطر اللي بيقدر زوجته في كل المناحي، يعني مثلا نفترض إن حماتك يعني ست صعبة، نفترض يعني، يا ترى لما تيجي تتعامل معاها إزاي؟
خد بالك ان في جانب تاني يتبع حماتك، خد بالك. طب انا لو اخدت موقف مضاد هتكون النتيجه ايه؟ ما انا معاك طرف تاني مربوط، فاهمين ازاي؟ فالزوج الذكي اللي يطلع الصفات الجيدة ويخفي الصفات السلبية، ده هيعمل ايه؟ هيوتد العلاقة بينه وبين زوجته. انما لما يجي الزوج ياخد موقف من مراته عشان حماته قالت له كلمة، او عشان حماه قال له كلمة، او الى اخر المشاكل اللي احنا ما بتنتهيش دي، بيحصل ايه؟ بيحصل فتور في العلاقة بين الزوج والزوج، وبتكون النتيجة ممكن توصل لهدم البيت. والسبب لا الزوج ولا الزوج، السبب بره المنظومة. مش كده مهم قوي ان كل زوج وكل زوجة كل واحد يهتم بالطرف الآخر بكل ما له، تهتم بجوزك وتهتم بحماتك، تهتم بزوجتك وتهتم باخواتك، ومش اهتمام فيربال كده، لا، اهتمام حقيقي عملي. ده يؤثر الارتباط بين الزوجين. وعلى فكره انا عايز اقول لكم على حاجه، ومع الوقت، لان هي الحياه الزوجيه ديت عباره عن ستيجز كده، فبدايه الزواج بيبقوا الاثنين بيحاولوا، الاهالي يعني بيحاولوا ان هم يتاكدوا ان الطرف بتاعهم عايش مبسوط، ولو حصل ان في اي خلاف كونفليكت او حاجه يبقى ناخد بقى الطرف اللي عندنا ونحط بقى نصب الويلات على الطرف الثاني. ما يعرفوش ان الاثنين في علاقه لا يمكن هذه العلاقه تنفصل، لا. مشكلة كبيرة بتحصل واحنا مش دارين بيها، إنه لما بيحصل مشكلة بين الزوجين، خدوا بالك، لما بيحصل مشكلة بين الزوجين بيبقى في معسكر شرقي ومعسكر غربي. عارفين الشرق والغربي؟ زي اللي احنا فيه دلوقتي. تلقى اللي مع الأم يبقى ضد اللي مع الأب، ويبقى في منافسة بين العيال. وبعدين بقى مش الاب والام يكون عندهم حكمه كده، لا، بيكون سبب انه ايه؟ انه ياكد مشاعر الكره والبغضه بين الطرفين. كل واحد بقى يستخدم الرجاله بتاعته، انت برجالتك وانا برجالتي، انت بالمعسكر بتاعك وانا بالمعسكر بتاعك. يطلعوا بقى النتيجه تكون ايه بقى؟ خدوا بالكم بقى، فساد الاولاد، لانه ما تعلموش قدوه. انا اعرف صدقوني ناس بالذات البنات ده عازفين عن الزواج، ما بتحايل عليهم البنت ده فيه فلان وانت ولا دوت، لا مش ممكن ان ابقى قبل من بابا وماما، لا. يبقى احنا ايه اللي عملناه؟ احنا المفروض ان احنا بنهتم بان احنا نربي اولادنا بالنموذج بتاعنا، اتسببنا في ان اولادنا يفسدوا. انا عايز اقول لكم بقى على حاجه اكتر من كده، هنشوفها دلوقتي لما نيجي ناخد الجزء الثاني. علشان كده بيحصل انقسام في الاسره، كل طرف بياخد الطرف اللي معاه ويتأثر بيه، ويعملوا بقى بلانز علشان يغيظوا بعض. الزوجه تغيظ جوزها من خلال المعسكر بتاعها، اتعلموا العيال ده بقى، اتعلموا زي ما قلت الكره والبغضه، اتعلموا حاجات هم اصلا بره القاموس بتاعتهم، وبالتالي بيكونوا غير يعني مرحب بيهم لما يتعاملوا بالطريقه دي في المجتمع، سواء الكنيسه او المدرسه او اي مكان. طبعا يعني انا بتكلم بمنظور مسيحي،
مش بتكلم بمنظور الكالتشر اللي احنا عايشين فيها. فيما يظن الرجل ان المراه انيه ضعيفه. ده الكلام بتاع الايه؟ يقول كده ترفقوا بهن لانهن انيات ضعيفات. ولكن المراه لما تنكسر بتبقى زي الاسد الزائر. ممكن جدا تعمل يعني حاجات غير متوقعه. وعلى فكره مش هنا بس، الكلام ده بيحصل في مصر برضه. يعني ممكن نتوقع ان الزوجه هناك اللي مش عايشه مرتاحه وفي مشاكل كتير بتتصل الدرجه بيها ان هي تعمل يعني حاجات صعبه جدا. فلازم الزوج يبقى فاهم النقطه دي، ان مراته مش انيه ضعيفه. كلام كلمه انيه ضعيفه من اجل الاحترام ومن اجل المحبه، لكن لو انا قدمت ده محبه هتتحول الى اسد، وبالتالي هتكون سبب دمار للبيت كله. المرأة اللي فقدت الثقة في زوجها، خدوا بالك، المرأة اللي فقدت الثقة في زوجها بتكون النتيجة إن ممكن زي ما بقول إن المرأة عواطفها شغالة ما بتاخدش ريست، ما بتاخدش بريك، المشاعر بتاعتها شغالة. فلو حصلت مشاكل بينها وبين جوزها بسهوله جدا العاطفه دي تنتقل لحد تاني. قد يكون الام، قد يكون الاب، قد يكون الاخوه. وطبعا على اصعب الظروف قد يكون من خارج الدايره. ومن هنا مكمن الخطوه. بعض الحاجات اللي ممكن بتأثر برضه وبتعمل مشاكل، إن تناقض الطباع. يعني إيه تناقض الطباع؟ يعني في واحد الزوج مثلا من النوع اللي هو مثلا طويل البال، الزوجة اندفاعية وعصبية، فده ما بيخليش القرار بيتاخد قرار سليم. التوتر اللي بيكون سببه حياتنا في المجتمع في العالم، ظروف الشغل، ظروف الاعمال، ظروف تربيه الاولاد. التوتر ده احيانا بيسبب ان العلاقه بين الزوج والزوجه تبقى العلاقه اصلا متوتره، فده بيدفع كل واحد منهم ان هو ايه؟ ان هو يفكر بالطريقه اللي تشيل من التوتر. انا هقول كده بسرعه وبعد كده لو في اسئله هسمع. من ضمن المشاكل اللي بتحصل الغموض، ان يبقى في غموض بين الزوجين. ليه؟ لان هم فقدوا ميزه مهمه اللي هي الفريندشيب، فقدوا ميزه الصداقه، انهم يكونوا اصدقاء مع بعض. علشان كده بيبقى في غموض حتى في المشاعر. وطبعا ده بيؤدي الى سوء التفاهم بين الزوجين، وبيضعف فرصه الاستماع عند الطرفين. كل طرف يحب ما بيكلمش، ما بيفتحش اللي في قلبه. فحتى الطرف الثاني معتقد انه لو اتكلموا مع بعض برضه مش هيعبروا وهيفصحوا عن اللي جواه. برضه من ضمن الحاجات اللي بتعمل مشاكل اللي هي المشاكل الماليه.
مشاكل المالية الـ financial problems، ودي طبعا يعني أخطر حاجة وأصعب حاجة. تيجي الزوجة تقول لك لا أنا عايز أفتح أكونت الاسم، والزوج يفتح أكونت الاسم مش عايز يجيب مراته معاه، ودي تشتغل لحساب المعسكر بتاعها وده يشتغل لحساب المعسكر بتاعه. أنا بركز في النقطة دي ليه؟ لأن دي أول نقطة في انهدام المنزل، هي بتبقى النقطة دي. إن الزوجة عايزة تشتغل لحسابها والزوج عايز يشتغل لحسابها، وبعدين ييجوا بقى يتفقوا مع بعض، طب إحنا هننظم المصاريف إزاي؟ أنا عليا اليوتيليتيز وانت عليك مش عارف المونتج، لو سمحت ما تنورش النور بعد الساعة 10. هو يقوم بالليل هو عايز يظهر، يقوم بالليل تنور النور ويسيبه، هي تقوم الصبح النور منور تبقى. أنا بديكم أمثلة على المشاكل اللي بتحصل إزاي يعني. طالما دخلنا في حسابات كل واحد هو الأكونت بتاعه، بتكون إيه؟ بتكون دي بتدخل زي المركب اللي فيها خرم صغير، مش هتغرق دلوقتي بس بعد شوية وقت هتغرق. بالذات بقى لما تكون في مشاكل مالية ومحتاجين سبورت والاثنين أصلا ما بيغطوش بعض. خدين بالكم حاجات ده فجائية بيحصل إيه؟ بيحصل انه بتبان الانانيه بتاع كل طرف. وطبعا بيجي بقى وراها حاجات كتير، وراها مثلا عايزين نعمل عيد ميلاد الولاد ده مش عايز تعمل ايه تعمل؟ طب عايزين مش عارف نروح نعمل نطلع فيكيشن، تقول له لا روح انت مش عارف عشان بقى تاخد مني نص الفلوس نص الفيكيشن. من ضمن الحاجات اختلاف الأسلوب في تربية الأولاد، لازم يكون في أسلوب الزوج والزوجة الاثنين يتفقوا عليه. الولاد في منتهى الذكاء يروح لبابا عشان عارف إن ماما مش هتوافق على الحاجة اللي أنا عايزها، وتروح لماما عشان بابا مش هيوافق على الحاجة دي، علشان مفيش علشان ما فيش أرضية مشتركة ممكن كل واحد يعني يتواصل مع الطرف الآخر من أجل إنه يخلوا الأولاد ينمو في مناخ جيد. فمهم جدا ان احنا نتفق مع بعض، ولو في حاجه احنا مختلفين عنها ممكن نبتدي نسال المستشارين اللي هم متخصصين في علوم التربيه. النقطه دي بالذات هناخد دلوقتي موضوع عن السن المراهقه وازاي نتعامل مع الولاد في السن المراهقه. برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن بتأثر بالسلبية غياب أحد الطرفين لأوقات طويلة. طبعاً مهم جداً إن احنا نفهم الحكاية دي، لأنه الزوج اللي غاب عن البيت ده غاب ليه؟ شغل، دي طبيعة شغل. خدوا بالك دي طبيعة شغل. طب هو ظروفه كده، ويا اما هو يشتغل ويغيب، يا اما هو ما اشتغلش مش هيجيب فلوس. في زوجات بقى طبعا نتيجه البريشر اللي عليهم في التربيه، ولا سيما لما يكون عندهم اطفال صغيرين بيبقوا متضايقين جدا من ان الزوج بيسافر
ممكن يروح ولاية تانية يقعد فيها أسبوع ولا حاجة، ممكن يروح دولة تانية يقعد فيها أسبوع ولا حاجة. كل الحاجات دي بتؤثر تأثيرات صعبة جدا في العلاقة بينهم وبين بعض. أنا جالي مشكلة زي كده، واحدة زعلانة خالص إن جوزها بيسيبها كتير، ده طبيعي الشغل كده. فقلت لها خلاص يعني دي حاجة سهلة خالص. قلت له بقى أدور على شغل تاني وكده. قال لي خلاص أنا هدور على شغل تاني. قلت لا، الفلوس اللي هو بياخدها من الشغل دوت وكده مش عارف دوت أي شغل تاني. قلت لها لا بس خلاص احنا يهمنا سلامك. طبعا أنا عارف إن شغال في حاجات، بس هي عشان تحس إن هو مش بيديه، ولا سيما إن في بعض الزوجات بيفتكروا إن الزوج لما بيغيب بره يعني بقى يهاف فن ويروح يتفسح، ما يعرفش إن ما تعرفش إن الشغل بيبقى قاسي جدا وصعب جدا. فغياب الزوج عن البيت لفترات طويلة ده بيؤثر على الزوجة وبيأثر على البيت. بالذات لما تكون في حاجات محتاجين ناخد فيها قرارات. فبالذات بقى لما ان في قرارات المفروض تتاخد فالمرأة بتاخدها، الزوجة بتاخدها، وبعد كده لما يرجع عايز برضه الموضوع ما يقولش خلاص هي تاخد القرارات دي وهي عارفه هي بتعمل ايه، وغيابك اللي خلاها ان هي تاخد القرارات دي. بس انا ليه؟ بس انت ما عندكش فكره ايه اللي حصل قبل كده. فاهمين ازاي؟ عشان كده برضه مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان الخطوه اللي احنا هنعملها ديت هتكون في مشكله ليها، ونعرف نقدر المشكله ديت وكده. برضه في نقطه انا بقى هسيبها بقى اقول العنوان بتاعها بس، لكن انا هسيبها بقى ممكن ربنا يكلمكم حد دكتور ولا حد متخصص بقى يكلمكم عنها، اللي هي الحياه الحميميه. موضوع صعب جدا 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 بصراحة. يعني الجنديل لما قال ليس للمرأة تسلط على جسدها إلا الرجل، وليس للرجل تسلط على جسد إلا الرجل، شو بالآية دي؟ والآية دي المفروض إن إحنا نعيشها. في مشاكل أو في مشاكل، ممكن في حاجات في بتأثر في العلاقة دي أو في حاجات بتأثر على العلاقة دي. العلاج مش الرغبة، سواء من الزوج او من الزوجه. العلاج ان احنا نشوف سبب الحاجه ديت ايه ونعالج السبب. لما قال الكتاب ليس للرجل تسلط على جسده ولا المرأة، وليس للمرأة تسلط على جسدها، ما قالش لغايه كام سنه؟ عشان في بعض كده الناس كده يقول لك خلاص بقى احنا كبرنا. صرحوني في الكلام، العلاقة الوحيدة اللي لازم إذا امتنعت تمتنع بالموافقة، والكتاب ذكر الكلام دوت، وحتى في الحاجات اللي فيها تمتنع فيها العلاقة دي بسبب يعني بسبب أي عمل روحي يقول الكتاب كده بالموافقة، لأن العلاقة دي مش بتاعتك أنت لوحدك ولا بتاعتك أنت لوحدك. والأصعب من كده إن هي بتستخدم هذه العلاقة كعقوبة سواء من الراجل أو من الزوجة. دي بتسبب دمج كبير في علاقة الزوجين مع بعض. لازم ناخد بالنا من إن الحكاية دي لو في أي مشاكل بقى تفصيلية ممكن بقى يبقى في حد متخصص يكلمكم كده بصفة خاصة، يعني كده يتكلم لو حد عنده مشكلة ممكن بقى نتكلم ونحل المشكلة دي. المشاكل ديت إما نفسية
يا إما مشاكل بتبقى بسبب الأمراض، يا إما بتكون بسبب يعني عوامل معينة، الشغل والإرهاق حاجات كده. عشان كده مهم جدا يا جماعة إن إحنا ناخد بالنا من إن دي ما تبقاش سبب مشكلة في البيت. لو في أي أسئلة نخدمها. ما تخافوش انا كل السؤال مش هقول لي اللي كاتبه. هم كلهم مبسوطين يا دكتور، مفيش حاجة في دماغهم حلوة خالص. الحمد لله. بشكر بس ربنا اللي بيسعى ان اداني الفرصة دي ان انا اجي اشتيكم واخد بركتي. بس عندي من ليك اللي ما عملش الاب بتاع الممبرشيب. Please do it today. If you need help, we have servants in the house to help you. بس I need everybody to register today. And هيبقى كل حاجة في this app regarding Sunday school, regarding any services, any announcements. تبقى خلال this app. If you did not do it yet, please do it. I said already, I said it على الروم بتاع الكنيسة. كان فضل عندنا بقيت نص ساعة تقريبا اليوسف مخلصوش، فبدأت أن بقوم ديستراكشن ممكن يطلع من باب ده ونفتح الباب ده. ماشي، افتحوا الباب. تفضل.